السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا مرحبا بكم في قناة شوبي ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين العودة إلى تصريحات حافظ الدراجي، وين قال لهم باللي هذا المشرف وعدنا بفوز بكأس العالم ثم لم يتأهل أصلا إلى كأس العالم. صح شعلنا احنا يبلي مكان والو، ما عرفناش احنا دروك ناس هذو غي لابغات خسرنا، ما عليش نزيدوه إليميني، ما عليش نزيدوه غالية. كاش قاع منها هادية؟ اللي قاع مكاش منها على بالكم، هذه مكاش منها، نهضر على روحي انا، هذه قاع مكاش منها. اونترينير فشل، الكوجات ناس كاين ناس تاع بولا وتذهب بولا، نهار اللي يخسر مع غينيا استوائيه فما كيقولوا له تروح ضربك ولا تكمل الماتش تاع الكوتيفوار وتروح. نورمالمون فماك، نورمالمون فما يقولوا له فماك هي الطافية، تروح ضربك ولا تكمل وتهود معانا ومن بعد تقلع وتروح ولا شنو. المدرب يقول لك باللي باين يجيب كوب دي مون تيخرج بنقطه من الكوب دافريك في مجموعة مكاش كاع سيراليون غينيا استوائية، حتى الكوتيفوار كان منتخب ضعيف بصح حنا كنا مكاش كاع. بعد يخرج لك مدرب يقعد 40 يوم لا 45 يوم يخرج يبرر يعني الفشل تاعو، يقول وين مدرب؟ انا عمري لست تاع مدرب. ومي كنت تروح لكم دي موند ويديروا لك اربيت هندي، فين تقول لهم داروا لي اربيت هندي؟ تروح تاع الارجنتين فين تقول لهم؟ فانيك تقول لهم كي تقول لهم داروا لي اربيت هندي وداروا لي اربيت من الارجنتين، نورمالمون يديروا لنا اربيت من فرنسا. تهدر على هدرت على اربيت، قلت لهم يهدر باسبانيوليه، كورونا، السحر، طياره، ما فهمناش. بعد اي باش تقعدوا باش تقعدوا تصورتو فماك، ما كناش فايقين باللي تدي واحد باللي تدي 70 مليار في 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 الشهر. طيحت لك 70 مليار في الشهر، قلت لك في الشهر 6 ملايين في الشهر، ما كناش باكاش على بالنا. كنتو كاتلين بتاع تاع خوانا وطنيه وخوانا وطنيه، كنتو كاتلين بها على بالكم، نشكو في روحنا. وين عاد المعلق قنوات بي اسبور حافظ الدراجي للحديث عن المدرب يعني المشرف على الجزائر، وصرح الدراجي للاذاعه يعني التونسيه ان هذا المشرف وعد بفوز بكاس العالم وفي النهايه لم يستطع الوصول اصلا لدوره كاس العالم. وصح فشل. هذاك انا كي تجي تقول لي شكون اللي فشل، كيفاه في الكوب دافريك 2019 تقولوا مدرب تاكتيك عالمي والقوة الشخصية تاعو، وفي الانهزام فين حصلوا؟ خلينا مقاسامة وايطو، هذيك غير فيم درتوها، هذيك غير فيم درتوها، برك هذيك ما كان لا قاسامة لا ايطو، هذيك غير فيم. فين حصلوا؟ حصلت انا جامي شفت ناس حصلوا، على بالك فين حصلتوا ولا ما بالكمش؟ راكم حصلتوا في مخرجة، حصلتوا في كاميرا، حصلتوا في كاميرا على بالكم بيا ولا ما بالكمش؟ وأضاف المعلق بياسبور من أن هذا المشرف يتحمل مسؤوليته الكاملة عدم التأهل للمونديال مثلما له الفضل في التتويج بكأس إفريقيا. شو كيفاش؟ ولو كانت ما كانه لغادرت، لكن ما كانش لي عيط له، ما كان كونتاكت مع إيكي. وأبرز متحدث لا يوجد مدرب في تاريخ الجزائر لقي دعم جماهيري وإعلامي مثل هذا المشرف بعد خروجه من كان كاميرون والإقصاء من المونديال. صح كاش لي، ومن بعد يجي يقول لك الإعلام قاعد ضده، راهم يديروا له في مؤامرة. أنا شامي شفت أنا واحد يخسر مع غينيا استوائية والناس صفق عليه، يا ودي إليميني كوب دي موند والناس صفقت روحوا عاودوا ولوا ديك الندوة الصحفية. ناس ولا يقولوا في ليستاسيون قدر الله ما شاء. وانتقل هذا الراجل للحديث عن مدرب
المنتخب المغربي وليد الركراكي والإنجاز التاريخي في كأس العالم قطر 2022، وأشار وين أشاد حفيظ الراجب المدرب المغربي مبرز أنه وصل إلى نصف نهائي كأس العالم بعد 3 أشهر فقط من توليه تدريب المنتخب المغربي. وأشار الإعلامي الجزائري أن الركراكي عرف كيف يحضر لاعبي المغرب فنيا وتكتيكيا، مؤكد أن بصمته كانت واضحة على المنتخب. وأكمل المتحدث: صعب جدا تكرر إنجاز المنتخب المغربي في السنوات المقبلة. أناحي فاجأني بأدائه في المونديال، وأن هذا الراجل لعاب المنتخب المغربي كانوا مهيئين لتغيير يعني الفايد. والركراكي عرف بعد فوزه بالدورة أبطال إفريقيا تاع الأندية. ويذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن في وقت سابق تجديد عقد هذا المشرف إلى غاية 2026، يعني 2026 2040 2050 ما غادي يتغير والو. راه الناس يظننا باللي تعاود تولي 2019 انت لعبت 7 ماتش من بعد، وليت تلعب مع ليزوتو مع بورتسوانا ومع اللمسه تاعك مكاش، مدرب ما عندوش لمسه. راني يعني عاقل قدامنا يبدا كاس افريقيا، قلت له والله وتفوت غير دوزيام تو نعرف باللي اللمسه تاعك، خاصك كنت قاعد 3 سنين يعني تبان الخدمه تاعك. اونترينير قاعد 3 سنين لازم تبان الخدمه تاعك. خاطر انا انت كي جيت كان كاين فون دو جو تاع المنتخب الوطني، الناس خلات فون دو جو خلاتها، بصح انت موراها مكاش، ما عندكش فون دو جو، ما عندكش سيستم دو جو تلعب به، ما عندكش تغييرات تكتيكيه، ما عندكش شيء. الناس هاي تهضر برك، هادو اللي راهم يهضروا الببوش هذا اللي راه يهضر برك، هذا مكان ما مليا والله حاجه مكان كريم صارت، هذو راهم يهضروا قاولك هذو كريم صارت مغلطينك، وانت اصلا راك عارف بلي هذا ماشي حقك، راك عارف بلي راهم عطاوك فوق حقك وخايف تطيح من ذاك الحق هذاك اللي ماشي حقك، خايف تطيح منه. انا نقولها لك راك عارف روحك، لا بالي بلي راك عارف روحك بلي هذو حطوك في واحد الحق اللي انت ماشي تاعك، هذاك ما طلعتش الدرجه تاع نبدوك حطوك من هي نورمال الدرجه اللي طالع. انا لا اللي قال نقول لك فيها خاطر غادي من بعد تبان لك ما تعرف تبان يا حسراح، حسبنا سهله اتبان. يقولوا شادي فيه بس قبل دوروا عليه برك، هذا مكان قولوا شادين برك، شو بير على ما تهدرش على كرة اليد، يا ودي على كرة اليد ما نعرفش يا عمري لا مارستها، سي بورتيهم هاكا عملنا يربحوا كلش، المهم نقارعوا ونشوفوا كلش قارعوا الولد ولد زيدان يجي يلعب معاكم، قارعوا له ديروا به حمله هكا تاع حمله كوجاك كيما اللعابه اللي جاوا راحوا عاودوا ولاو. بس انا ماذا بيا كورونتينر تاعكم هذا يخرج يقولكم لكم 2026 نجيبوها، كيما قال لك مؤمن قال لك مدرب هذا لسانو بشي بيجيبو سانو هنا محطوط، يروح الان امسي ولا يروح يقول لكم لا يجيبها ولا ما يجيبهاش، هذه هي ماذا بينا. يجيب اللعبة ويجيب الصح، يجيب الصح، وانتوما قولوا تبعوا في ولد زيدان قال لك في طعي اللعبة ولو يجونا قام كاش، هذي قام كاش تخمام تاعكم هذا قام كاش التخمام تاعكم والله مكان قاع.
والله ما تجي يا ودي كوغي تبع كوغي تبع كوغي تيجي. بلا ما تنساو عطونا جيم عطونا كومنتير بارطاجونا لي فيديو نمشي ابوني يدخل ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي صحيتو.